مساء الخير شباب وصبايا، بآخر لكتشر بلشنا حل بهيدا الإكسرسايز. طلبت منكم تحلوا بارت 2 على أمل، وكتير بتمنى تكونوا حليتوها وكتبتوا الأنسر بطريقة مرتبة لتقارنوا بين حلي بحلكم وتشوفوا إذا في عندكم أخطاء أو قدرتوا تلاقوا سوليوشن مختلفة كليا عن السوليوشن اللي راح أقدمها. فإذا رح ذكركم بأهداف هيدا الإكسرسايز، عندي كونكتد جراف جي. أخذت البي هو في 1 في اس بشكل إنه البي هو باس أوف ماكسيمال لينكس وهاللينكس هو إكزاكتلي اس ماينس 1. بأول بارت قدرنا نبلهم إنه إذا بقدر لاقي سايكل بالجي بشكل إنه لينكس لها السايكل هو إكزاكتلي اس، يعني لينكس للبي بلس 1، then this cycle should pass through all the vertices of G. بس في شرط كتير أساسي بدي هي لأوصل لهالرزق، هو إنه G is connected graph. أوكي، فإذا عندي cycle 2 لقد أطول pass plus 1، أكيد هالسايكل بتملق بكل ال vertices of G، ويعني الباس بي هو موجود على السايكل او السايكل سي هي الباس بي بس واصل للانتس. اوكي، اذا صارت مرق كل البرتسيز يعني الباس بي اجباري عليها وطوله هو قد السي ناقص واحد، سو بيطلع لنا هيك رزقت. الهدف الثاني ببارت 2 اني روح برهن اذا الدجري للفي 1 والدجري للفي اس هو اتليست اس اوفر 2، then G contains a cycle such that V of C is equal to V of G. So, هلأ بدي برهن إنه إذا عندي الدجري للأنتس لكل أنت هو على القليلة S over 2، نقدر نلاقي cycle مرقة بكل الفيرتسيز لشي. بتقولوا لي أوكي، أول فكرة بتخطر ببالنا إنه هيدي السايكل اللي عم بتفتشي عليها اللي بدي كينا نلاقيها لازم يكون طوله قد ال P plus 1، يعني لازم يكون طوله S. وإذا بدي إياها تمرق بكل ال vertices أو شيء، يعني بدها تمرق بكل ال vertices of P وطوله exactly S، فإذا هيدي السايكل بتتشكل من ال vertices اللي على ال P. عم حاول جمع أفكار استخدم ال given. أوكي، طيب كيف يا ترى بدي استخدم ال P للاقي سايكل طولها قد ال P plus 1، يعني هي بتمرق بكل ال vertices of G؟ فكروا معي كيف. أول شيء بيخطر ببالهم وراح اسمعه يعني قد ما خاطر ببالكم هو إنه تجوا تقولوا لي إذا V1 و VS adjacent، إذا V1 و VS هن neighbors خلصنا. ليش خلصنا؟ لأنه بلاقي سايكل اللي هي الباس بي مع الادج بي 1 في اس طول هالسايكل اس باي بارت 1، ذا سايكل شود باس ثرو اول ذا فيرتيسز اوف جي. طيب اوكي خلصنا، خلينا نكتبها او بلا ما نكتبها هلا بكتبها على رواق. سو هلا نحن بحالة V1 و VS منن adjacent، يعني V1 VS doesn't belong to E of G. بس شو عندي كذن؟ عندي انه الدجري للV1 مع القليلة S over 2 والدجري للVS على القليلة S over 2. هيدا الشيء بذكرنا برزلت حليناها امبارح. شو بتقول هالرزلت؟ او باخر لكتشر شو بتقول هالرزلت؟ انه neighbors للأنتس of the path of maximum lengths كلهم لازم يكونوا موجودين على ال P. تخيلوا V1 عندها neighbor منه على ال P، صرت بلاقي path طوله أكثر من P، طوله S أو دي S minus 1 مع 1. أوكي، فإذا neighbors ل V1 كلهم على ال P، وقدي عددهم على القليلة؟ على القليلة S over 2. وشو بعرف كمان؟ شو بعرف؟ بعرف إنه neighbors لل V1 أوكي هن subset from
V2 لعند ال Vs minus 1. ليش يا جماعة neighbors لV1 هني subset من V2 لعند ال Vs minus 1؟ لأنه ال Vs من neighbor لل V1. أوكي؟ بشي عند ال Vs نفس الحكي. VS neighbors اللي ألا ممنوع حدا منهم يكون برا لأنه إذا في حدا برا بلاقي الباس أطول من الـ P فإذا كل الـ neighbors اللي الـ VS مضطرين يكونوا على الباس P أوكي؟ شو بعرف عن هالـ neighbors؟ neighbors لـ VS هني subset من V2 لعند الـ VS minus 1 يعني الـ neighbors لـ V1 union and neighbors la vs هني subset from v2 لعند vs minus 1 بس عم جمع معلومات بعدني ما عم فكر كثير عم حاول جمع معلومات من الكذب اوكي فاذا هيدا شو بيعني هذا بيعني انه الكاردينال لل neighbors of v1 union and neighbors of vs هو at most قد ايه at most s minus 2 s minus 1 minus 2 plus 1 s minus 2 طيب اوكي بس بعدنا ما استفدنا شيء بتقولوا لي هدفي الاقي سايكل اوكي عرفت انا انه لازم تكون مشكله من الفيرتيسز اللي على الباس بس بعدني ما لقيتيها خلينا نفكر كيف ممكن استخدم الـ neighbors of V1 and Vs للاقي سايكل C مرقة بكل الـ vertices of P. وقفوا الفيديو، هرجع عيد السؤال، كيف ممكن استخدم الـ neighbors لـ V1 و Vs؟ يعني الـ edges الطالعين من V1 و Vs لحتى أقدر لاقي سايكل مرقة بكل الـ vertices of P. بليز، بتمنى توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هالسؤال. تجي بتقولوا لي إذا لقيت neighbor of V1 let's say VI بشكل إنه اللي قبله دغري VI minus 1 هو neighbor of VS أنا بقدر لاقي cycle هلا مرقة بكل الـ vertices of P كيف؟ بمشي على الـ P من عند V1 لعند VI minus 1 بروح باخذ ال VS برجع على ال P من عند VS لعند VI قفيت شي فيرتكس على ال P لا اللي بين ال VI وال VI minus 1 هو ادج ما في عندي فيرتيسيز فإذا أخذت كل ال فيرتيسيز اللي على ال P وبرجع بروح باخذ V1 اوكي فإذا هيك بكون لقيت سايكل مرقة بكل ال فيرتيسيز اللي على ال P بس شو قالوا إذا منقدر نلاقي vertex neighbor أو neighbor لـ V1 بشكل إنه اللي قبله دغري هو neighbor of Vs ساعتها بيمشي الحال. طيب هات لنشوف، هات لنطرح السؤال على حالنا. أنا بقدر ألاقي هل two vertices اللي محققين لي هالشرطين اللي كثير قوية؟ خلينا نمشي step by step. رح آخذ neighbors لـ V1 رح سميهم let's say set neighbors لـ V1 رح سميهم VI1 etc. VIK اوكي رح سميهم VI1 VIK انا كل شيء بعرفه عنهم انه اوكي لا هيك التسمية منه مظبوطة خلينا نسميهم U1 U2 لعند الـ UK وهودي الـ neighbors قلنا وين subset من V2 لعند الـ VS minus 1 اوكي فإذا رتبتهم بهالشكل هيدا so neighbors لا V1 سميتهم U1 UK وأنا بعرف إنه هي subset من V2 VS minus 1 يعني U1 مثلا هي V2
لأنه بي 2 هو نيبر ل في 1. اوكي اللي بدي روح برا هون انه there exist required to prove there exist I such that you I minus 1 بتقولوا لي انه لكن خلينا لا نحن بحاجه للتسميه الاولى vi1 vik لحتى حافظ على ترتيب. Such that I1 sorry هي less than I2 etc. less than IK و I1 I2 IK هني subset من ال2 لعند ال S minus 1. سو ليك وش عملت وهلأ قلكم ليش غيرت التسمية. سميت الـ neighbors of V1 هن VI1 VIK بشكل انه الـ V هن هود الـ vertices اللي هون بس انا ما بعرف اياهم منهم هن الـ neighbors لـ V1 فأول neighbor اللي هو V2 سميته VI1 يعني I1 هي V2 لنقول الـ V4 هو تاني neighbor يعني VI2 هو V4 اوكي اتس اترا اخر نيبر هو في اس ماينس 2 يعني في اي ال في اي كي هو في اس ماينس 2 فاذا رتبتهم اي 1 ليس ذان اي 2 ليس ذان اتس اترا ليس ذان اي كي واي 1 لعند الاي كي اوريدي بعرف انه سبست من ال 2 لعند الاس ماينس 1 لانه نيبرز اوف في 1 هن سبست من ال في 2 لعند ال في اس ماينس 1. شو ريكوايرد تو بروف؟ ليك شو ريكوايرد تو بروف؟ There exist J بين ال1 والk such that Vij minus 1 هو neighbor of Vs. مش هلا عم حاول برهنه؟ مش عم حاول لاقي neighbor ل V1 بشكل انه اللي قبله هو neighbor ل Vs؟ فإذا required to prove there exist J بين ال1 والk بشكل إنه اللي قبله ل Vij مين هو اللي قبله Vij minus 1 belongs to the neighbors of يعني هيدي هي ال Vij أكيد ال Vij هي بال neighbors of V1 وهيدي هي ال Vij minus 1. That is in other words شو بدي برهن؟ بدي برهن إنه VI1 minus 1 VI2 minus 2 VIK minus 1 enter N ل VS is non-empty. هيدي السات رح روح وسميها X. اوكي فإذا لبرهن انه في واحد من السكسسرز لهودي واحد منهم على القليله هو نيبر لفي اس شو رح تعملت؟ رحت اخذت السيت اوف سكسسرز اوف ذا نيبرز اوف في 1 يعني في اي 1 ماينس 1 اللي قبله في اي 2 ماينس 2 في اي 3 ماينس 3 اتسترا لحتى يكون واحد منهم بالنيبرز لفي اس يعني هيدي السيت لازم تكون عامله انترسكشن مع النيبرز للفي اس. شو بيخطر ببالنا؟ كيف بدنا نكفي هلا؟ رح نروح كفي by contradiction. اوكي رح اعمل proof by contradiction. suppose انه x under neighbors levy s is equal to 5 ولا واحد من successors لل neighbors of v1 هو neighbor of vs. عشو بدي اشتغل هلا؟ بدي روح لطلع contradiction رح روح اشتغل على الكوردينات للx union neighbors للvs. بس قبل خلونا نفكر فيها. إذا neighbors للvs على القليل عددهم s over 2 ماشي وهني كلهم موجودين بين الv2 والvs minus 1 والنيبرز للفي 1 على القليل عددهم اس اوفر 2 اخذت لهم السكسسرز اللي بيكونوا موجودين بين الفي 1 والفي اس ماينس 2
معقولة ما لاقي اثنين كونسيكتيف؟ ما صرت انا موجودة الاكس والنيبرز للفي اس صاروا موجودين بهي البارت بين الفي 1 والفي اس ماينس 1. اوكي؟ وكل وحدة الكاردينال لها اس اوفر 2. ما معقول اثنين كونسيكتيف لاقيهم على الباث، تو فيرتسيز كونسيكتيف فيرتسيز على الباث بشكل انه الاولانية هي نيبر لفي اس والثانية هي نيبر لفي 1؟ هذا الحكي منه مقبول، مش هيك؟ كثير منطقية نشوفها انه على الاكيد في واحدة من السكسسرز للنيبرز اوف في 1 لازم تكون نيبر اوف في اس. بس بدي احكي اللي خلاني اوصل لهالكلام المنطقي هو الكاردينالز، انه الكاردينال للاكس هو على القليلة اس اوفر 2، والكاردينال للنيبرز على القليلة للفي اس اس اوفر 2، واثنيناتهم موجودين بهالانترفل هيدا، فاكيد رح الاقي اثنين كونسيكتيف حقيقيين اللي بدي اياه. كيف بدي اعبر عن هيدي الفكرة؟ شوفوا، عندي الكاردينال للاكس هو قد الكاردينال للنيبرز اوف في 1، ما هيك؟ لانه بالاكس حطيت السكسسرز ليكو مين؟ اللي هو كي، اللي هو ديجري لفي 1، اللي هو على القليله اس اوفر 2. الكاردينال للنيبرز اوف في اس كمان هو ديجري لفي اس اللي هو على القليله اس اوفر 2. اوكي؟ رح نروح شوف الـ X union الـ N of VS. عندي الـ neighbors لـ V1 قبل شوي كتبناها هي subset من V2 لعند الـ VS minus 1. يعني الـ X اللي هي successor لكل واحد من هودي من الـ neighbors بدها تكون subset من V1 لعند الـ VS minus 2، والـ neighbors لـ VS كمان هني subset من V2 لعند الـ VS-1. أنا بدي أشوف الـ union اللي خليني أوصل لـ contradiction but أو thus X union الـ M لـ VS هو بالـ union لهودي الـ two sets، يعني من V1 لعند الـ VS-1. And so الـ cardinal لـ X union الـ neighbors لـ VS هو at most at the هو at most s minus 1 minus 1 plus 1، فإذا at most s minus 1. But قديش الكاردينال لل x union the neighbors of في s يا جماعة؟ هيدا بما إنه هن disjoint، لأنه disjoint هيدا الكاردينال لل union هو الكاردينال sum of the cardinals اللي هو أكبر من S over 2 زائد S over 2، يعني أكبر من S which is a contradiction. Okay؟ يعني أكبر من S which is a contradiction. So هل أكيد بقدر ألاقي vertex موجودة بال X enter neighbors of VS؟ فإذا هرجع عيد، بما انه اليونيون موجود بقلب هالست، هذا بيعني انه الكاردينال لليونيون هو at most s minus 1، بس الكاردينال لليونيون لانه هن disjoint بيساوي sum of the cardinal which is a contradiction. Let vi j minus 1، ما هن بده يكون موجود بالاكس، يعني شكله هيك belong to x enter neighbors of vs، then يعني هيدا اذا ال VIJ-1 هو بال neighbors ل VS، اوكي هيدا VS، يعني اللي ورا وين بده يكون؟ ال VIJ بال neighbors of V1، then C equal P V1. شوف كيف بدي اعبر عن السايكل، لعند ال VI J minus 1 رح امشي من ال V1 لعند ال VI J minus 1 union VI J minus 1 VS union. بعتقد ما رح تصير، خليني اشوف. فإذا then هلا حرتب اللوح بشكل انه البروف تصير واضحه للكل. Then
C equal P V1 Vij minus 1 union Vij minus 1 Vs union الباس من عند Vij لعند Vs برجع على ال H Vij V1 اوكي فاذا بمشي V1 Vij minus 1 باخذ هال H برجع باخذ هالباس باخذ هال H is a cycle such that links let's see كم في vertex اخذت كل ال vertices على الباس يعني links let's see هو exactly S اوكي by part 1 V of C is equal to V of G بس هيدا الحكي المكتوب على اللوح هل هو عطاني البروف؟ لا بعد ما كان البروف نحن شرحناها كاملة بس ما تبنيها كاملة ليكو شو لازم كيف لازم نبلش فإذا بلش part 2 if v1 vs belong to E of G then C equal P plus the edge v1 vs is a cycle such that length let's see who exactly as by part 1 V لأنه طول قد ال P زائد واحد ال C should passes through all the vertices of the graph otherwise بروح لهون ناخد ال neighbors of V1 نرجع نجي لهون ونرجع من كفة بالآخر من السايكل أوكي كمان بدي حل إكسرسايز خليني أكتبه ونرجع منبلش حل فيه هلأ بدنا نحل هالإكسرسايز اللي بيقول for any graph G عنده number of edges هو أكبر strictly من n square over 4 من هي الآن لأن هي number of vertices فإذن إذا number of edges كان strictly greater than number of vertices square over 4 then G has a triangle okay بس حوقف شوي سوري فإذا بدنا نبرهن إذا number of edges كان أكبر من number of vertices square the number of vertices by 4 then G has a triangle فإذا عدد ال edges زاد عن n square over 4 G has a triangle result كتير حلوة وstrict على فكرة إذا بناخد ال n equal 3 الاي اوف جي اكبر strictly من n square over 4 يعني الاي اوف جي is strictly greater than 2 يعني 3 so عندي triangle بس اذا كانت اقل يعني بدنا نشيل h شوفوا بيطير triangle so هذا bound strict sharp وما بنقدر ننزله بس الريزلت كتير حلو بس هو ماي جراف هلقد في ادجست بقدر لاقي تريانجل ليش هيدا الرسم؟ لانه التريانجل من شو بيخلق؟ التريانجل بيخلق من ادج اوف اندز A and B بس ال A وال B لازم يكون عندهم كومن نيبر اذا قدرت برهن انه ال A وال B عندهم كومن نيبر بيطلع عندي تريانجل اوكي وبالحقيقه هيدي هي الفكره اللي وصلتنا لهالرسم بس قبل ما حل الاكسرسايز بدي نحل تو
simple exercises إذا بدكم. أول exercise بيقول إنه summation of the degree of x plus degree of y whenever xy is an edge. هو بيساوي السكوير d square of x. x is in أو إذا تكون v حتى ما يصير في لخبطة v in g. So نعم نقوله هون إذا بروح بجمع لكل edge بقلب g. Okay, لكل edge بقلب g. Degree of the ends, degree of x زائد degree of y. هذا summation. Okay, بده يطلع بيساوي السم لدي d square alpha for every vertex v in g. طيب ليش؟ خلينا نتأمل شوي بالسم على ال left side. Sigma d of x plus d of y whenever x y belong to e of g. فإذا كل اثنين vertices في بيناتهم h عم بجمع لهم الدجري. مثلا إذا عندي ال الx عاطي 3 vertices y وz و t بقلب جراف كتير كبير وما بعرف شو في بقلبه عالم وقديش في بقلبه edges. بس فرضا عندي ال vertex x دجري لها 3 وعاطي 3 vertices. So بده يبين ال degree of x بال edge xy وبال edge xz وبال edge xt. So بهيدا summation مرة بياخد degree لل x plus degree لل y, مرة بياخد degree لل x زائد degree لل z, ومرة degree لل x زائد degree لل t. فإذا كل edge بيكون عنده end x رح يخلي degree لل x يبين بقلب السم. Okay, so هيدا ال summation فعليا شو بيساوي؟ هو بيساوي degree لل x alpha of x x in g. تقولوا لي ما فهمنا شيء. So كل vertex عم بيبين الدجري لها بقلب هالسم عدد معين من المرات. Okay, so هذا أخذت الدجري اللي كل مرة بين فيها الدجري للx كنت عم بسحب الدجري للx منه لبرا. كل edge عنده end x. Okay, كنت عم باخد منه عم بيخلي لي الديجري للاكس يبين بقلب هالسميشن. سو كل فيرتكس اكس الديجري اللي لها بين عدد معين من المرات. رجعوا على هالجراف اللي ما بعرف شو في بقلبه فيرتيسيز شو في بقلبه ادجز. فرضا عندي فيرتكس اكس طالع منها بس 3 ادجز بقلب هالسميشن. يا جماعه قلنا ديجري للاكس بده يبين ثلاث مرات، مرة بس آخذ الـ edge xy، مرة بس آخذ الـ edge xz، مرة بس آخذ الـ edge xt، كذلك الأمر بالنسبة للـ y. ما بعرف لنقول طلع منها أربع edges، ديجري للـ y بده يبين أربع مرات. So هيدا الـ summation هو summation of the degree of the vertices بـ عدد معين من المرات. هيدا العدد معين رح سميه الالفا اوف اكس. بس مين هي الالفا اوف اكس؟ وير مين هي الالفا اوف اكس؟ لازم انتم دغري هلا تقولوا لي وانا متاكده انه عرفتوا الجواب. الالفا اوف اكس هو نمبر اوف ادجز اوف اند اكس. قديش بين الديجري للاكس هون؟ عقد ما في عندي ادجز اوف اند اكس. فإذا الألفا of x هو number of edges of end x اللي شو بيساوي يا جماعة؟ but الألفا of x قديش number of edges of end x؟ هو فعليا degree of x. فإذا هيدا شو صار بيساوي؟ صار بيساوي sigma degree of x ب degree of x والx بقلب ال g. okay, so صرنا d square of x والx بالg. فإذا summation of degree للx plus degree للy whenever xy is an edge in g بيساوي d square of x for every vertex x in g. هلا بتشوفوا هيدي ليش بدي عوزها بالexercise.
ثاني رسالة تبعوزة بالإكسرسايز هي الرسالة اللي بتقول أنه 2E of G هي لسان will equal to radical N number of vertices radical the sum VNG. بعتقد أنه مش واضح الخط مش واضح اللون معقول. اوكي فإذا عم بيقول لي هلا روح برهن انه number of edges times 2 هو less than radical n radical sigma d square of v v and g hint use Cauchy-Schwarz inequality. شو بتقول Cauchy-Schwarz inequality؟ sigma a i b i is and the sequence of integers a1 a n b1bn, then sigma aibi from I equal 1 to n who will less than sigma ai square from I equal 1 to n radical bi square كمان من I equal 1 to n. بتقولوا لي اوكي كتير بسيطة. سوري حوقف شوي. سوري. فإذا بتقولوا لي اوكي كتير بسيطة روحي على الألر سيورم اللي بتقول 2E of G هي sigma degree هي sum of the degree of the vertices in G. هيدا ال vertices سميهم V1, V2, Vn. يعني فعليا إذا أخذت set of vertices هي V1, Vn okay. هيدا بيصير summation of the degree of Vi من I equal 1 ل I equal N. Okay? So, لطبق Cauchy-Schwarz inequality بتقولوا لي عنا 2 بكل بساطة ال AIs كلهم A1, A2, AN هن بيساوي 1 اللي موجود هون عطول ال AI بتساوي 1 وال BI هي degree لل VI. فإذا by Cauchy-Schwarz inequality هيدي هي لسان radical AI square إلا كل ال AIs هني 1 يعني 1 square و radical BI square اللي هي degree square of V VN G يعني degree square of VI من I equal 1 to N إذا كانت set of vertices هي V1 Vn. هودي two results رح يساعدوني لبرهن أنه whenever a number of edges هو أكبر من N square over 4 then G has a triangle. كيف رح يوصلوني لهالresult؟ بتقولولي suppose that G has no triangle. كيف قلت لكم قبل شوي كيف بيخلق التريانجل؟ بيخلق من H AB بشكل انه neighbors لل A في عندي common neighbor between common neighbor of A and B يعني set of neighbors of A and neighbor, set of neighbors of B is non empty. Okay, so إذا ما في عندي triangle for any edge AB neighbors لل A enter neighbors لل B N of A enter N of B is empty. Okay, عشان هيك ما خلي عندي triangle. فبجي بقول let E equal AB belong to E of G. Then since G has no triangle N of A enter N of B is equal to 5. N of A enter N of B is equal to 5. ما في عندي common neighbor between A and B. كيف بدي كفي حالي يا جماعة؟ هودي اللي لازم استخدمهم اللي حيساعدوني موجودين قدامكم. كيف بدي لاقي contradiction؟
عم تفكروا ولا لا؟ اللي فكر شوي بقول لي اوكي انا شفت ريزلت هيدي السيت هي سيت اوف نيبرز اوف اي ماينس البي ما البي هو نيبر اوف اي او هيدي السيت اللي هون هي سيت اوف نيبرز اوف بي ماينس الاي لانه الاي بالنيبرز اوف بي ذن نيبرز اوف اي ماينس بي union neighbors of B minus A قديش الكاردينال لقلهم at most يا جماعة at most 2 مش at most n minus 2 اوكي هذي already بنعرفها and so بس من شو بدي استفيد بدي استفيد من انه had two sets are disjoint يعني had two sets are disjoint يعني الكاردينال neighbors of A minus B union plus the cardinal la neighbors of B minus A who at most n minus 2 which means that شو بتعطينا هاي؟ هيدا هو degree لل A minus 1 وهيدي مين؟ هيدا degree لل B minus 1 هي at most at the n minus 2 thus degree لل A plus degree لل B هو at most n minus 2 result كتير مهم whenever ال AB هو edge then the sum لل degree of its ends هو less than n minus 2 هيدي لوين بتوصلني؟ لوين بتقولوا لي روحي على star شوفي شو بتعطيك باي ستار شو عنا باي ستار عندي summation of the degree square for every vertex in G هو بيساوي degree للx plus degree للy whenever xy is an edge okay بس whenever x y is an edge degree للx degree للy additional معنى at most n minus 2 فأصلا هيدي هي less than n minus 2 whenever x y belong to E of G فأصلا n minus 2 كم مرة بدي اجمع بدي اجمع على at لا سوري منو n minus 2 عملت mistake minus 1 minus 1 minus 2 بيروح وبيبقى عندي n okay sorry فأزن هي less than n يعني هي less than e of g كم مرة بدي اجمعها قد ما في عندي edges times n فأزن number of edges times n اوكي انا بعدني اعطيتكم hint قلت لكم use star and double star to solve this exercise شو بتقولوا لي by double star شو بيطلع عنا